السؤال اللي بيحير ناس كتير، هل الأفلام الأكشن المصرية دي حاجة جديدة ولا من زمان؟ في تاريخ السينما المصرية كان أول فيلم أكشن اسمه الهبوب. الهبوب يعني العاصفة، أو يعني الهب التراب والحاجة كده يعني. والهبوب ده كان البطل ملك كمال الأجسام مختار حسين. مختار حسين طلع في أفلام كتيرة قوي، هو كان بطل في الهبوب، هو ونبوية مصطفى اللي اتجوزها بعد الفيلم، وبعدين عمل أدوار تانية بقى، ما بقاش هو البطل الأوحد البطل الأكشن الكبير يعني. والفيلم ده نجح في ذاك الوقت لما اتعمل، وبعدين ظهر بدر لاما. وبدر لاما ده كان يعني فارس بيركب خيل، كان هو شقيق إبراهيم لاما. فعمل في أوائل الخمسينات عمل فيلم اسمه اللقاء الأخير مع عماد حمدي ومحسن سرحان، وكان ده المرة الأولى والأخيرة. نرجع تاني مرجعنا للأكشن. فبعد بدر لاما ومختار حسين، أفكركم بمختار حسين يمكن أشهر حاجة له كانت فيلم العيش والملح مع نعيم عاكف ولهاليبه معاها برضه.